لو الحكاية فيها إن فيديو مدارس الفرع الخاصة عن فتح فصول ثانوي أولى سنة، وتم تقديم الملفات وتسديد الرسومات كاملة، وتم حضور الطلاب الفصل الدراسي الأول بمدرسة حورس. وعند بداية الترم امتحانات الترم فوجئنا إن الولاد غير مقيدين في المدرسة ومقيدين في إدارة تعليمية خاصة بإدارة كرداسة مدرسة أبناء الأندلس، وتم امتحانهم في الترم الأولاني في المدرسة. والترم الثاني فوجئنا ان مدرسه حورس اغلقت المدرسه وقالت ان احنا ما عندناش فصول ثانوي، مشوا الاولاد ولا ناخد الترخيص، مشوا الاولاد. من بدايه الترم الثاني الاولاد لم يحضروا اي يوم دراسي في اي مدرسه، ومش عارفين هم مقيدين فين. واداره ابناء الاندلس ما ادتناش بيان نجاح بيهم ولا مقيدين. رحنا الادارات التعليميه ما حدش فادنا باي حاجه. مدير الادارات التعليميه طب ادينا ورقه تثبت ان الولاد موجوده، ما فيش، ما ردش علينا. قال لنا روحوا مكتب الوزاره وهتلاقوا ناس هناك مديريه الامن، وطبعا ما فيش اي حاجه تثبت ان الاولاد دي مقيدين اصلا. احنا جينا هنا لوزاره التربيه والتعليم عايزين نعرف هفرقع دلوقتي الامتحانات دي مقيده ولا الدرجات دي مقيده ولا، احنا مش عارفين حاجه. واحنا دلوقتي منتظرين اي حد يفيدنا باي حاجه. بس عن مدير المدرسه ان هو ينزل الولاد داخل الجراج، والكلام ده كان اولياء الامور عرفوه بالصدفه بعد كده قبل الامتحان بتاع الترم الاول بحاجه بسيطه. بعد الامتحان بتاع الترم الاول قبل الامتحان كانوا عارفين ما كانش عندنا حاجه. خدوا الولاد يمتحنوا في مدرسه الاندلس، واحنا من الحوامديه اداره الحوامديه خدوهم يمتحنوا في مدرسه الاندلس اداره كرداسه. وتم في يوم اخر يوم في الامتحانات يا جماعة ادوني فرصة لو سمحتوا. بعد كده اللي عايز يقول آخر يوم في الامتحانات حصلت مشكلة في المدرسة، وولادنا كانوا هناك طبعا أولياء الأمور مش معاهم، حصل خناقة هناك والولاد اتضربوا، البنات اتضربوا، الأوتوبيسات اتكسرت. نمتحن امتحان في آخر يوم مدارس، آخر يوم امتحانات اتضربنا، ومش كده بس، المدير هو ما رضيش يطلعنا بالأوتوبيسات غير هو جاب المدرسين اللي معاه، وما رضوش ضربونا المدرسين وكسرونا الإزاز، مش وزمايلنا اتهانوا وبنات وصبيان وكله اتكسر والإزاز اتكسر. تاني حاجة إن النتائج طلعت مزورة، مش نتيجتنا أصلا، ومش متسجلين ومش في أي مكان نروحه، ودلوقتي إحنا قاعدين في البيت ولا مذاكرة ولا أي حاجة، ويعتبر السنة هتضيع وهما ما عملوش أي حاجة فينا، يعني السنة هتضيع. بصي هما واخدين مننا فلوس مختلفة، كل واحد سعر مختلف. أنا ابني واخدين مني 9500 جنيه. أيوة كاتبين فعلا في الشهادة كده. فنتمنى إن حضرتك تقفي معانا بأي شيء. في